بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نسجل سلسلة فيديوهات أو محاضرات عن الكورونري أنجيوجرافيك فيوز، إزاي إن إحنا بنشوف الكورونري أنجيوجرافي وإزاي بنشوف الكلام ده في فيلم القسطرة. هنبدأ من البيزك خالص، من البيزك أناتومي على هارت موديل، ونشوف فيه الأناتومي بتاع الكورونري أرتريز والكاردياك فينز، وبعدين هنتكلم على موديل أنا عامله عن طريق وايرنج موديل 3D بيبين لك الـ LED والـ LCX والـ RCA وبشرحهم كويس جدا، وهنشوف الكلام ده عن طريق الضوء وعن طريق الشادوينج على الموديل ده، هاو إن كل فيو من الفيوهات اللي احنا بنشوفها سواء كان سبايدر فيو أو AP فيو أو AP كرينيال فيو، إن إزاي الفيو ده أصلا طلع قدامنا وتشاف في الفيديو. هنبدأ نتكلم على الكاردياك أناتومي. ده الهارت قدامنا باين فيه الار في الرايت فينتريكل الرايت اتريوم الليفت فينتريكل والليفت ده 3D موديل انا عامله عشان ابين بيه الكورونري اناتومي. يعني مثال اللي قدامك ده هو الليفت كورونري سيستم، ده الليفت مين، وبعدين بيمشي فيه ال اي دي او الليفت انتيريور ديسندنج ارتري، تمام، بيمشي في الانتيريور انتر فينتريكولار جروف. يعني لو بصيت على الموديل ده هلاقي ده الرايت فينتريكل، ده ليفت فينتريكل، اند ذيس از ذا انتيريور انتر فينتريكولار جروف. زي ما انت شايف قدامك الصلصال ده كانه كورونري ارتريس، والكورونري ارتري فيه اكسنتريك ليجن واضح خالص كان ده اليومن بتاع الكورونري ارتري، وباين عندنا ان فيه تايت ليجن بس اكسنتريك مش من كل ناحيه. فهنشوف الكلام ده على الشادوينج في القسطره انت بتشوفه ازاي. يلا نشوف. هنشوف بقى، ركز معايا، ده 3D موديل وده الليجن اللي كنا بنتكلم عليه. انا دلوقتي هرمي لك شادو او ضوء هيبين لك على الحيطه اللي قدامك دي الليجن، بس خلي بالك لو لفيت الارتري بزاويه معينه الليجن كده مكانه اختفى خالص. ركز على الشادو. طب لما لفه بدرجه كمان ابتدى الليجن يبان، ابتدى الليجن يبان اكتر، تمام، كده بيبان اكتر، كده بيبان اكتر، كده بيبان اكتر. ركز معايا، الليجن بقى باين. هو ده نفس الكونسبت بتاع الاكسنتريك ليجن في القسطره. هنا الليجن باين في زاويه معينه وفي زاويه ثانيه اتس كومبليتلي نورمال او نون سيجنيفيكانت. فوكس على البروكسيمال ال سي اكس. كل ما بنزل ده الايمج انتنسيفاير. انا طبعا لو حركته لك الصوره في الحيطه هتتحرك، فانا هبتدي احرك لك الهارت، تمام، فده الايمج انتنسيفاير هثبته كاني بحرك الهارت. في الحقيقه لو لقيت الايمج انتنسيفاير نزل كودل، ركز على البروكسيمال ال سي اكس، بروكسيمال ال سي اكس بيتفرد قدامك خالص، بقى ال سي اكس باين وكده كاني شايف بالظبط، بالظبط كده كاني شايف ار اي او كودل فيو. طيب كل ما بطلع لفوق ال سي اكس بيطلع لفوق، بيطلع لفوق مع الايمج انتنسيفاير فيحصل له فور شورتنج. ركز لي وشوف على الشادو، هتلاقي البروكسيمال بارت بتاع ال سي اكس مش باين خالص، وبين الـ OM1 والـ OM2 والـ LCX proper بس. And this is the foreshortening. And this is one of the limitation of coronary angiography. هبين لك بقى مثال للكورونري انجيوغرافيك فيو اللي احنا بنشوفه، يا ريت تركز معايا وتبص. ده السبايدر فيو. في السبايدر فيو احنا شكل القسطرة الجاتكل ليفت تبقى داخلة في الليفت مين كورونري ارتري، وبعدين بيبين لي البروكسيمال LED والـ LCX اللي هو البايفوركيشن بتاع الليفت مين، واضح قدامك خالص ان في سيجنيفيكانت ليجن في الميد LED، وباين ان في دايجونال 1 ودايجونال 2 وبعدين بروكسيمال LCX وبعدين مديك OM وبعدين LCX بروبر.